صابر جماعي كاتب في جريدة الزراع. صابر جماعي كاتب في جريدة الزراع، نساهم بكتابات فلسفية وأدبية وهي تجربة قائمة، ونصور لي جريدة الزراع مش من عندها معناتها مستقبل كبير. ونشكر معناتها سي شهاب وسي جندوبي معناتها اللي اتاحوا الفرصة هذه لبرشا كتاب معناتها مش يساهموا كتابتهم معناتها الفكرية بصفة عامة.